يواجه المنتخب الفرنسي المنتخب الايطالي في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات من الدوري الامم الاوروبي لكي توجد معنا المباراة مع علي فضل الطاطا بن زيرو وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى لدي المباراة ملعب استاديو جيزيب ميزا بميلانو في تم الساعة الثامنة وخمسة واربعة دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة التاسعة وخمسة واربعة دقيقة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة دقيقة بتوقيت قطر والسعودية والامارات وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت وعيد تشترون في صندوق الوصف عند بداية المباراة نتمنى لكم لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية التي على كل كي توصل دائما و وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونراكم لكم موعد في موعد قادم